نتابع انترفيوز مشاهدينا. السيدة ريا الحسن معنا واستاذ عدنان الحاج، مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. بدي اسمع تعليقك قبل السلسله وهيدي التفاصيل اللي مهمه كثير، بس اوقات ما فينا نعمل شيء كثير اختلاف بالقضايا الكبيره، يمكن قضيه مثل قضيه تمارا وشفت قد ايه تاثرتي، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني وش تمارا هو بيحكي قصتها، وانا بستغرب كيف الصهر طلع قال انه في سبب للضرب. ما في ولا سبب لحدا يضرب حدا تاني. وانا بس بدي يمكن اخذ هالفرصه لحي الاعلام، وخصوصا يمكن الشو يلي اليوم عملتيه بولا، لانه عم يضوي على هيك حالات. هيدي الحالات لها مستمره من زمان، مش انه شيء حدث جديد او حاله جديده. بتصور كان فترات طويله في نساء معنفات، ولكن ما حدا عم يضوي عليهم وعلى حالاتهم على التعنيف تبعهم. فاليوم برأيي إذا شيء منيح عم يصير هو إنه صار في وعي أكثر على هالموضوع، وصار في نساء عم تطلع تحكي، عم تسترجي تحكي، وصار في عنا إن شاء الله قانون، مع إنه في كتير اعتراضات على إنه منه شامل، ولكن أنا بتصور إنه هيدي خطوة in the right direction مثل ما بيقولوا بالاتجاه الصحيح. إن شاء الله عم تطلب الطلاق، بس يعني هيدا طلبها إنه يطلقها، ما عم يقبل يطلقها وعم بيهددها من السجن. يمكن أنا اتخذت معها بالحديث كتير عاطفي وما انضوينا على هذه النقاط المهمة جدا بالنسبة لقضية تمارا. كمان بدي أسمع رأيك، رأي الرجل عدنان الحاج، لأنه في كتير بصيروا يمزحوا بهالقصة، أول شيء يعني في رجل معنف وفي مدري شو، لا لا عن مزح أو عن جد. يعني يعني هالحكم يعني ممكن يكون في حكي إنه والله إنه أي 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 بيت يصير فيه شتم، صح، بس إنه يوصل للضرب يعني وبهالشكل بهالشكل اكيد يعني انه يفترقوا احسن، يعني انه بطريقه انه ما عاجبته يطلقها. يعني انه اول شيء اذا في عنصر انه اذا عنده هموم خارجيه بيجي يفش خلقه بمرته على المثل الفلسطيني، الناس تطحني وانا بفتح مراتي، يعني بتروح. يعني هذا الشيء مش مقبول بمراحل، انه كل وسائل الاتصال صار واحد هين بالاول ما كان يحس فيها بالضيعه شو عم يصير. مع ذلك انا برايي انه هاي القصه موجوده مثل ما قلت معليا، موجوده بكثير حالات، وفي رجال معنفين، ايه في رجال معنفين، بس هذا الموضوع في مجتمع كله معنف على كل حال، بس في اليوم عنصر اضعف على القليله جسديا، ضرب مرفوض، يعني مرفوض من اي طريقه، وخصوصا لواحد عايش مع انسان بيته عنده طفل والاخ، يعني كثير يعني شغله منا سهله ومؤثره جدا. على كل حال حضرتك بوجودك بالشان العام كسيده وصلت بكفاءتها، وفقط ربما بكفاءتها، وهذه شغله بيفتخروا فيها كثير من النساء، انضمامك لهذه الحمله ضد العنف الاسري، حقوق المراه حتى بالكوتا النسائيه، انا بعرف رايك فبحب اقول لك انه بهذا الموضوع نحن كثير بنفتخر برايك ست ريا وانضمامك لهذا الشيء، بعتقد بعزز وضع النساء كثير. يعني اي شخص عنده شويه ذره من العقل المفروض يكون مع هالقضيه، طيب. يعني هذا مش شيء بس لإلي، بتصور للكل يلي عم يوقف. هلا بدنا ننتقل الى السياسه والى موضوع ناشف، يعني للاسف، ولكن الناس كمان بمساله السلسله ما عم تفهم. يعني صار لها ثلاث سنين نحكي فيها، ارقام شبعت تمحيصا ترجع بتطلع، يعني احيانا حتى كتله المستقبل النيابيه بيطلع اشخاص من فريقك السياسي ست ريا وحضرتك كمان انه لا الايرادات يجب ان يدقق اكثر بارقامها، شو بعد بدكم تدققوا؟ لوين بعد بده يتدقق؟ ما شبعت تدقيقا؟ هيدي حجه لعدم اقرار السلسله ام ماذا؟ بس يمكن مهم نعطي فكرة وجيزة على نحن اليوم شو وضعنا، لحتى نحط يعني هالنقاش من ضمن إطاره المزبوط. طب أنت بتذكري كيف كنا نحن ب 2009 و2010، كل العالم بيحكي على النمو اللي كان موجود 8-9%، اليوم عم نقارن نفس المؤشر بالفترة واحد اللي نحن فيها، واحد، ناس بيقولوا لك 2. العجز قد ايه كان؟ كان 3400 بسنة 2011، اليوم حسب وزير المالية بموازنته يلي هو قدمها 2014 المشروع الموازني عم يقدر 7700 العجز، يعني عم يدوبل العجز. الدين للناتج المحلي كنا بلشنا نخفضه من بعد جهود كبيرة من بعد باريس 2 وباريس 3، كان وصلنا ل 134 بانخفاض حوالي 50 نقطة عن يلي أعلى مستوى وصلوا، اليوم عم نرجع نطلع بهالدين للناتج المحلي.
كل المؤشرات الاقتصادية هلأ يعني أستاذ عدنان بيحكي فيها أكثر، كل المؤشرات الاقتصادية على انخفاض، ثقة المستهلك من أدنى المستويات اللي وصلت له، المؤسسات يلي هي رافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني كلها مضروبة، عم يسكروا وعم يطلعوا عالم، سوق العمل عم يرزح تحت أعباء النازح السوري. طب من ضمن هالصورة القاتمة يلي نحن عم نشوفها، عم نجي نقول بدنا نحن نحط نفقات إضافية حوالي 2000 مليار بلس أور ماينس حسب كل مرة مثل ما قلتي عم يتحرك هالرقم. هالشي بنعرفه أنه ثابت مقابل إيرادات لليوم منا مأكدين أنه ثابتة، حتى لو اتفقنا على رزمة من الإيرادات فينا نقول أنه ما فينا ولا بشكل نقدر نحصر التقدير تبعها على البكلة، يعني بيدلوا فيه هامش كبير كتير للإيرادات تطلع أو تنزل، هيدا إذا اتفقنا على الإيرادات. فأنا من هالمنطلق بقول، وأنا في كتير ناس بتحكي أنه عم يصير في تهويل، يا عمي ما كل العالم عم تحكي، كل الاقتصاديين عم تحكي، كل المؤسسات الدولية من الصندوق النقد للبنك الدولي، كل العالم عم تحذر من وقع هالسلسلة على الوضع المالي للبلد. ما بدنا نحكي بالتضخم، ما بدنا نحكي بالتصنيف الائتماني، ولكن اليوم بيظل عجز 7700 أكبر عجز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أدنى نمو عم يشهده كمان لبنان من ضمن هالمنطقة. طب بيضل هالصورة القاتمة، عم نجي نقول بدنا نحط 2000 مليار إضافي مقابل إيرادات غير يعني غير جازمة، ولح نكبت الخزينة عجز إضافي، هالشي لح يولد يعني ضغط إضافي على الفوايد، وإذا زدنا الفوايد هالشي رح يأثر على كل عوامل الإنتاج من القروض السكنية لطريقة تحرك مصرف لبنان للانكشاف المصارف على الديون السيادية. هالشي نحنا ما فينا نحمله. مش عم أقول إنه أكيد هالحقوق لازم كلنا نقعد سوا لنشوف كيف بدنا نحققها، ولكن ما فينا ناخذ هالموضوع بطريقه علميه باستنسابيه مثل ما اخر سنتين شفنا هالموضوع تعالج. هيدا اللي نحن عم نقوله، اكيد لازم الحقوق توصل ولكن من ضمن اقل ضرر ممكن على الاقتصاد. هيدي ولكن هي بيت القصيد هون استاذ عدنان، البعض عم يعتبر انه السياسيين عم يحكوا لغتين، عم بيقولوا لهم لاصحاب الحقوق هيدا حقكم وما حدا في يعيش بالمرتب اللي انتو عايشين فيه والوضع كتير سيء، ولكن الخزينة ما بتحمل وممكن تدفعوا ثمن كتير أكبر. هل هيدا تهويل أم فعلا الواقع هو كذلك؟ حقيقة يعني أنا بدي بس بلش بشغلي مش صحيح السلسة من درسي درس كتير منيح، ولكن بعد ما أقرت كلفتة كلفتة، وإذا بتلاحظي راحت من حكومة الرئيس مئاتي ب 1800 مليار، وسط أول لجنة صارت 2200، وسط على اللجان المشتركة صارت 2700، يعني صارت تطلع. لو مدروسة أرقامها من الأول عارفين حالنا والرايحين، كان نص الجدل القائم حاليا حسم. هلأ المشكلة بلشت مع أساسة التعليم، مشكلة أساسية بلشت مع سلسة أساسة الجامعة، هاي المشكلة الأساسية أنا برأيي. أول سلسة منهم بيقول مع القضاة بلشت، لا مع أساسة الجامعة غير أكثر من القضاة. القضاة أنه عم يحكموا بدك تعمل اصلاح قضائي، بدك تعملي اكتفاء، يعني كان ممكن انه واحد يكون انه لين مع مع القضاء، ولكن مع اساس الجامعه كان الفرق بين اساس التعليم الثانوي واساس التعليم الجامعي قبل اقرار اساس الجامعه كان الفرق 3 درجات، يعني بيطلعوا 450,000 600,000 حسب سنوات الخدمه. واذ تقرر سلسله اساس الجامعه تضاعف الرواتب وتزاد الدرجات بصير الفرق 53 درجة، يعني سلسة تعليم سنة صار بده 102 ليلحقوا، يعني طبيعة الحال سلسلة حرضت الناس على شغلات. لما ندرس السلسلة انعطوا بموجبها بصيغتها الأولى أكثر ما طالبين الشباب، يعني هلا يعني لا يقال ما طلبوا سلسلة، طلبوا غلا معيشة. لا 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 والرئيس مئاتي قال لهم خذوا سلسلة. خلص إيه يعني أخذوا موجب السلسلة أكثر ما هن طالبين. ما أنت لما تعمل سلسلة للقطاع العام في توصيف وظيفي من عمل 96-98 لما كان عم يدرسها كان وزير الدولة شؤون المالية ووزير المالية الرئيس فؤاد سنيورة، كانت عم تدرس سلسلة كتير منيح، يمكن المعالية رافقت المرحلة،
درست كان في شيء اسمه تصنيف وظيفي، كان في اسمه شيء توصيف وظيفي اذا بدك، انه هل كل المدراء عامين مثل بعضهم، هل انه الواحد انتاجيته تقييم انتاجيه والى اخره، كله هذا من عمل ولذلك وقفت بوقتها. هلا الموضوع موضوع الكلفه، انا بتقديري انه كما احالتها اللجنه النيابيه الفرعيه الاخيره اللي قوطعت من قبل فرقاء سياسيين، هي اقرب للي احالته حكومه الرئيس مئاتي، يعني بالارقام 1800 مليار 1700 مليار. بس الرئيس مئاتي كان المشروع كان ناقص كثير من العناصر اللي ما كانت. هلا بالموضوع بموضوع الايرادات، ولا مره، ومعاليها بتعرف عملت وزيره ماليه بتعرف، ولا مره، ومعظم الدول وخصوصا لبنان، ولا مره نحن قدرنا الايرادات وجبناها. ولا مره. هيدي حساب الحقل وحساب البيدر معروفه. هلا يضاف الى ذلك انه نحن نعتبر حالنا تاجر. تاجر قلنا 1000 ليره بالسوق، مش هيك؟ تاجر جمله. بدنا نستورد ب 1000 ليره بضاعه، ننزل على السوق. اذا لمينا من 1600 بنستورد ب 400، اذا لمينا 500 بنستورد 500، لو لمينا 800 بنستورد ب 200. نحن في عندنا جبايه ناقصه كثير، حجم اقتصادنا على 47 مليار دولار مقدرينه، في اموال غير مجبات تقدر باكثر من 2500 ل 3000 مليار ليره، عم بحكي انا بدون ضرائب بدون شيء. هلا عندنا كهرباء لبنان عجز السنوي عم يوصل ل 3000 مليار ليره، عم تاكل 52% من عجز الموازنه، كانت هلا بتاكل شوي اقل لانه الكهرباء 3000 مليار صار 7700 العجز. عندك انت اضافه لذلك عندك انه الهدر بالتقديمات الصحيه، الهدر بالتعليم الى اخره. وعندك شو ذنبون هالشباب اللي عم بيطالبوا اليوم؟ انا ما عم اقول ايه؟ انا ما عم اقول ما لازم ياخذوا سلسله، لازم يزبط مع شات، ما عم اقول هيك ابدا. انا عم اقول كل شيء ما بيندرس بيعطي نتائج عكسيه. لما انحكم السلسله زادت الاقساط المدرسيه على العالم، دفعوا اقساط زياده. انت ما عندك دوله قادره على ضبط الاسعار وضبط التضخم، ما عندها صلاحيه اساسا. انت عارف ان وزاره الاقتصاد ما عندها صلاحيه تقول له للتاجر تقيد نسبه ارباحها الان، بتقول له انت بتعلي السعر. انت بتعلي السعر، ما هذا شو عم بيعمل هيدا؟ هذا عم بيعمل انه هذا بده يعمل تضخم، ولكن سائبه السلسله والمزايدات السياسيه اللي صارت اكثر منها مزايدات ماليه ونقاشات اقتصاديه وماليه، مع ظروف اقتصاديه صعبه عم يمر فيها لبنان، صعبت امر السلسله على الخزينه، هذا الموضوع كله اصبح. بدي اسالكم بصراحه بس بتوقف مع فاصل. بعد الفاصل هل في سلسله او ما في سلسله؟ بدي اخذ جواب حاسم من ريال حسن وعدنان الحاج وبعدين نرجع بنكمل. فاصل.